في 25 من كانون الثاني عام 2008 دون انفجار في منطقة الشيفرولي أدى إلى استشهاد الرائد وسام عيد ورفيقه أسامة مرعب وعدد من المواطنين. 6 سنوات على استشهاده مرت الأحداث سريعا، استمر زمن الإرهاب والاغتيال والقتل، واليوم مع بدء زمن العدالة من لايشتم إلى بيروت تتحضر عاصمة الشمال طرابلس لإحياء الذكرى بكثير من الأمل، رافعة شعار عيد العدالة في شوارعها وساحاتها الرئيسية. لا شك أن شعارين متناقضين، شعور بالألم الكبير وشعور بفرحة كبرى، أنه صحيح كان الشهيد ثمنه غالي جدا أو الشهيد كان غالي جدا، إنما عم نأسس لحماية أطفالنا، لحماية بلدنا من خلال تطبيق مبدأ العدالة، من خلال تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وعدم الإفلات من العقاب. الكلمة الأساسية حتكون للمحكمة، إنما نحن بنسمع لحالنا نقول أنه ما في مهرب من العقاب مهما كلف الأمر ومهما طال الزمن. نحن لجأنا للعدالة اللي هي مشروعة قانونيا وأخلاقيا وضميريا لنتجنب أنه نلجأ للسأر والانتقام أو لنورط أولادنا نزعة للسأر والانتقام. وفي منزلهما المتواضع عبر والدا وسام عن فخرهما بما توصل إليه ابنهما من حقائق قادت إلى ما يطرح اليوم في المحكمة الدولية. وسام عيد مثل ما بتعرفوا من الأعلام ومن الناس هو كان أساس المحكمة الدولية، ولولا وسام عيد ما كان في محكمة دولية. وأنا فخورة كتير فيه، وأنا كتير بفتخر بأنه بابني هو اللي عمل هالإنجاز. كان هو عم يشتغل كل هالشغل لحتى يبين للمجرمين والقتلة أنه صحيح أني أسكي وعم يقتلوا وعم يحاولوا يخبوا حالهم، ولكن في عالم أسكى منهم وعم يحاولوا كانوا يحفروا لهم من تحت لتحت وعم يحاولوا يوقعوهم بشر أعمالهم. كان بقلبي حزن عميق وجرح بقلبي أنه بتمنى أنه كان عم يشتغل هالشغل ويكون موجود معنا بدل ما يكون تحت التراب. يذكر أن احتفالا سيقام للمناسبة يوم الأحد برعاية الرئيس سعد الحريري، على أن توضع أكاليل من الورد على أضرحة الشهيدين عيد ومرعب في دير عمار وطرابلس.